نذرت نذرا أن أصوم 10 أيام في شهر محرم، ولم أستطع أن أصوم في شهر محرم بسبب الدراسة، فهل أصوم في غير محرم أي بعد انتهاء الدراسة؟ وفعلا فقد صمت في غير شهر محرم، فهل يجزئ ذلك أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. إذا كنت تقصدين شهر محرم من سنة معينة فإنه يفوت بفوات ذلك الشهر، ويكون عليك حينئذ كفارة يمين لأن النذر فات محله. أما إذا كنت تقصدين شهر محرم غير معين يعني من أي سنة، فإنه إذا لم تصومي من هذه السنة تصومي محرم من شهر محرم من سنة أخرى، وأظن هذا احتمالا بعيدا، ولكن هو السؤال يحتمل هذا. نعم. أما ما ذكرت من أنك قضيت بعد مضي الأيام فلا يتوجه عندي القضاء في هذا، وإنما عليك كفارة يمين لفوات المحل.